في ذلك اليوم العاشر من محرم شقت السماء الأرض بصرخات الألم والحزن، وصارت كربلاء مسرحا للوفاء والتضحية. فوق تلال تلك الأرض الطاهرة نادى الإمام الحسين نداء نقش على ضمير الزمن: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من مغيث يغيثنا؟ ألا من مغيث يغيثنا؟ هل من ناصر ينصرنا؟ تجاوبت القلوب المرتعدة والصدور اللاطمة والعيون المدمعة بصرخة واحدة، حملت معاني الفداء والإخلاص وانتشرت في كل أرجاء كربلاء. يرتلون أسماء الشهداء ويسكبون دموع الوداع في قلوبهم المكلومة ليتجمعوا في مكان واحد في عزاء ركضة طويريج. ركضة طويريج ليست مجرد حدث أو مسيرة، بل هي وصية تحمل أقدام المخلصين عهد الوفاء للدامع المقيم في القلوب. يرفعون هاماتهم على الرغم من الألم الراسخ في كل خطوة، كأنهم يعلنون للدنيا بأنهم أحفاد الحسين، وأن رسالة الطف لن تندثر في صفحات التاريخ، بل ستبقى نابضة في الصدور. تجتمع الحشود من كل صوب وحد، كأنهم يعبرون الزمن ويعبرون الفاصل بين الحياة والموت. يمارسون طقوس الحب الحسيني بجلال ويقين، ليمتزج هتاف الزائرين بنداءات التاريخ، لتتردد الكلمات على شفاه العاشقين: لبيك يا حسين، لبيك يا عباس. تتوهج العين بدمعها وتشتعل القلوب بنيران الفراق والحنين، وتمضي الأقدام في مسيرة الإباء مجسدة بذلك أسمى أنواع الوفاء والعشق للشهداء. ما أجمل محبيك وهم يتمسكون بك، وهم يجددون العهد لك. إخواني تمسكوا بالحسين عليه السلام، نجاتنا لا فقط في الآخرة، فكرنا يتجدد ينشط بالحسين عليه السلام. هنا عندما تكتسي الشمس حلتها الدامية وتذرف السماء دموعها الصامتة، تتجلى حقيقة الركضة وتحاكي المشاعر مشاهد ملحمية تطفو فوق الزمن. فإنما الركض للمولى الحسين هو أكثر من فعل جسدي، إنه حوار روحي، تصريح بالصمود أمام كل طغاة العصر، واستمرارية العهد بالحسين الذي لا ينقطع. في هذه اللحظات وبين هذه الجموع يشعر كل فرد بأنه جزء من حكاية كبرى، حكاية تحمل بين طياتها أسمى معاني الإيثار والصمود. ما أقواك يا أبا عبد الله، وما أشد رعبك على الطغاة، وما أخوفهم منك؟ معنى ذلك أنت لازلت حياً قوياً تبعث الروح القوية في محبيك. في تلك اللحظات من الركضة سمع كل فرد صدى نداء الإمام الحسين يتردد في أعماق روحه، فلبى دعوة الشرف والإيمان. كانت الخطوات تشتعل حماساً والعيون تفيض دمعاً، تهتف باسمه وتعلن الولاء. كانت الطيور ترافقهم في السماء، والتراب تحت أقدامهم يتناغم مع نبضاتهم.
الشيخ العجوز بعكازه المرتجف يشهد على أنه سيظل على هذا العهد ولو نفدت أعمار الناس جميعا. الشاب الذي يتقد بالنشاط يحفظ العهد في قلبه كوشم لا يزول. المرأة بدموعها الخاشعة تجدد عهدها بأن تحمل حزن الحسين وتعلمه لأبنائها. الطفل الصغير بين يدي والدته يراقب الأضواء بعينيه البريئتين ليكبر ويعرف أن الحسين هو رمز الحق وآية الصمود وسر الحياة. في غسق العاشر من محرم تعتلي كربلاء سجف الحزن وتهتز أرضها بأقدام المؤمنين الراكضين نحو الخلود المستمد من عشق الحسين، كأن الزمان يعبر نفسه ويعيد رسم مشهد التضحية والفداء بكل تفاصيله الحزينة والجليلة. هنا على هذه الأرض الطاهرة يتحول العزاء إلى فعل جماعي يتردد صداه في القلوب قبل المسامع. تتداخل الأصوات بين النحيب والأنين وقلوب الراكضين تجدو بذكريات الحسين وأهل بيته. تلك الذكريات تبدل دمع العين بدم يسطر كي يبلغ عن جزع الأسى واللوعة. كل خطوة تختزل تضحيات آل البيت الذين شهدوا واقعة كربلاء، كل نظرة تحمل في طياتها ألم الفراق وأمل اللقاء. على أنغام هتاف الركضة تموج الأرواح في سيمفونية التضحية. ترتفع الأيادي إلى السماء وكأنها تلمس روح الحسين بين الغيوم، وترجف النفوس بعاطفة لا تحدها الكلمات ولا تحولها النجمات. يعلو صوت الزائرين بالنداء لبيك يا حسين، لبينا نداءك سيدي يوم عز الناصر. وفي خضم هذه الركضة ينساب في أرواح المؤمنين طيف الحضور المغيم للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، كأنه يخطو بظلاله معهم يجدد في النفوس العهد والميثاق وفي القلوب الأمل الباقي. تتوجه العيون صوب الكعبة حيث يرفع القائم راية الحق ويصدح في الأرجاء صوت العودة المرتقبة، صوت يعيد صدى معركة الحق والجور إلى واقع لم يخلو بعد من طغاة الزمن. في تلك اللحظات العاطرة بدموع العزاء يشع نور الإيمان في قلوب الراكضين، كأنهم يلتمسون بركة حضوره بينهم، يثقون بأنه وإن غاب عن الأبصار حاضر في الوجدان والقلوب. يسيرون وكأنهم يستقون من ينبوع اليقين الذي ورثوه من كربلاء، مؤمنين بأن الحسين لن ينسى والقائم سيعود ليملأ الأرض قسطا وعدلا. في عزاء ركضة التواريج كل خطوة نحو الحسين هي خطوة نحو نصرة المهدي، كل قطرة عرق تراق في هذه الركضة هي تعبير عن الشوق العريق والولاء العظيم للإمام الغائب المنتظر. يعبرون المسافة المحفورة برمزية الركضة ليؤكدوا أن محراب الوفاء لن يخلو يوما من المصلين، وأن عشق الحسين هو ذاته الذي يدفع المؤمنين انتظاراً لليوم الموعود، يوم الظهور والفرج الكبير. يا صاحب الزمان ارضى عنا، ادعو لنا
كما كان جدك الصادق عليه السلام يدعو لزوار الحسين، أنت يا بقية الله ادعو لنا، نحتاج دعاءك في بأمس الحاجة، أن تحفظ الجميع بمتعلقيهم بأبنائهم بإخوانهم، أن تحفظ بلدنا، أن تفرج عنا الفرج الذي أنت تختاره. تخترط دموع الزائرين برمال كربلاء، وكأن كل دمعة تنسج نداء لا يكتسيه الوهن ولا يعتريه الانكسار. اللهم عجل لوليك الفرج، وتتناغم تلك الأصوات العابقة بصدق النية ونقاوة الإيمان لتصل إلى مسامع السماء، تحملها ملائكة الرحمات وتخترق بها حجب الغيب. يا خاتم الأئمة، يا من ننتظرك لتمسح بيدك الجراح وتشفي القلوب الثكلى، نحن اللاهثون خلف كل معنى صاف للمحبة، المتشوقون لرؤيتك، نسأل الله فيك تعجيل الفرج. في ظل هذا العزاء يستمر الركض، وتتماسك الأرواح لتخفف طاحونة الفراق، مخزون اللوعة يتجسد في تضحية وفداء، ويتعاهد الجميع على البقاء مخلصين. نسمات الحزن تلفح الوجوه، ولكن نور الحسين يضيء الطريق. تمتد الأيدي في الهواء وكأنها تعقد عهوداً أبدية، تتشابك الأرواح قريبة كانت أو بعيدة، تجدد بيعة في محبة الحسين. لسان حالها يقول: سنظل دوماً على العهد، لا يضرنا من خذلنا ولا ينال منا من خان. وعلى تلك الخطى المضيئة تزهر قلوب الزائرين بولاء لا يعرف الحدود، كل خطوة تروي حكاية وكل نظرة تحمل رسالة. إنهم واقفون على عهدهم، يتنفسون بروح التضحية ويصرخون بصوت واحد: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هكذا في عزاء ركضة التواريج أشرق نور الحسين من جديد في قلوب المحبين والمناصرين. تلاقت الأرواح على درب الكفاح، متعاهدين أن يبقى نداء: ألا من ناصر ينصرنا، خالدا في وجدان الأمة، شامخا كما كان حسينهم شامخا في كربلاء. وتغيب الشمس في الأفق، لكن أشعة الولاء لا تنطفئ. يبقى العهد أبدياً محفوراً على صفحات القلوب، منقوشاً بنور الإيمان. ويظل الزائرون يرددون بصوت متصل بالإله في عليائه: يا حسين، لن نخذلك وعهدنا باق إليك ما دامت أرواحنا فينا.